السلام عليكم يا اصحابي في عرب تكنو، يا رب كلكم تكونوا بخير. حاجه مزعجه جدا انك تكون في فايت وتبص تلاقي مثلا اللي انت عايز تجيب النيد عشان تحذفها على العدو اللي قدامك، تفضل تدوس على رقم 4 في الكيبورد وانت في المحاكي علشان خاطر تجيب النيد والنيد ما بتجيش، وكان ممكن تخلص الفايت ده بالنيد اللي هتجيبها دي، بس للاسف النيد دي لما بتدوس على رقم 4 ما بتجيش، وهي دي المشكله اللي انا هقول لك على حلها ان شاء الله، وهي حل مشكله النيد في المحاكي او رقم 4 بتاع النيد في المحاكي. يلا بينا نخش على الشرح، بس قبل ما ابدا فضلا وليس امرا لو اول مره تتابعني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يكبر عيلة عرب تكنو، ويشرفني طبعا انك تكون من عيلة عرب تكنو. ما تنساش طبعا اللايك وكومنت كده يشجع اخوك ويدعمه انه يستمر في اللي جاي ان شاء الله. اول حاجة هتفتح اللعبة عادي جدا وتخش على الاعدادات او السيتنج، وهتفضل واقف على البيزك او الاساسية اللي هي اول حاجة فوق دي، وبعد كده هتنزل لاخر الصفحة دي اخر حاجة تحت خالص، هتبص تلاقي في اختيار هنا هو اسمه كويك ثرو فيوتشر او الالقاء السريع لو انت عندك اللعبة بالعربي. هتلاقي الاختيار ده مقفول كده، انت كل الحكاية انك انت هتقوم بتفعيل الخيار ده اللي هو الالقاء السريع او الكويك ثرو فيوتشر، هتخليه مفتوح، وبعد كده هتبص تلاقي المشكله اتحلت معاك عادي جدا، ومش محتاج ان انت حتى تشيل سكن النيد، لان انت طبعا اكيد حد قال لك قبل كده شيل سكن النيد ونزل الاتش دي مش عارف ايه، فهتبص تلاقي اتحلت. لا انا هنا بقول لك مش محتاج ان انت تشيل سكن النيد خالص، وانا هنا اهو حاطط سكن النيد الاخضر بتاع اليتيم الوحيد اللي طلع لي في الصناديق المجانيه، وهلعب بيه عادي جدا من غير ما اشيل السكن. ودلوقتي هخش جيم في السريع كده واوريك ان النيد شغاله. انا هنا اهو كمان دخلت جيم، وفي اول الجيم اللي التفاح ده هو بيجي عادي من رقم 4 وشغال، بس انت اكيد هتلاحظ ان هي اتغيرت تحت وبقى شكلها مدور شويه غير الاول كانت مربعه، بس عادي مش مشكله، المهم انها تشتغل. عايز انزل في حته بس يكون فيها نيدات. ايه يا عم التمبين، مين اللي بيتكلم؟ ايه في اليوم؟ طب الحمد لله نزلت لقيت نيد، ويا رب ما حد يموتني قبل ما اجربها. هدوس على رقم 4 عادي اهو، النيد هتطلع في ايدي. هدوس مثلا الارقام التانية اللي هي مثلا بتاعت المولوتوف وبتاعت السموك، هجربها برضو. يعني مثلا السموك رقم 5، اول ما هدوس على رقم 5 قلبت سموك تحت، ركزوا في الدايرة اللي على اليمين تحت دي. هدوس مثلا على رقم 6 هيجيب لي الاستانت اللي هو بيعمي، اهو جبت الاستانت، هرمي الاستانت مثلا اهو. طب جبت 5 وبعد كده هجرب السموك، تعالوا بقى نجرب النيد ونموت نفسنا ونطلع من الجيم دوت ونشوف ايه اللي هيتم. اهو رقم 4 اهو، احذف النيد يا مسهل. كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه دي. ما تنساش قبل ما تطلع تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس لو انت اول مره تتابعني، شرفني طبعا انك تتابعني وتشترك في القناه وتديني لايك وكومنت يشجع اخوك انه يكمل ويستمر في اللي جاي ان شاء الله. اشوفكم على خير في الحلقات اللي جايه، سلام.